وكان لتعليم الحرف المندثرة بملو، إعادة أو مساهمة في إعادة الحرف المندثرة بملو، وتعليم الأطفال صناعة الفخار وصناعة السلال وصناعة الكلي وصناعة النسيج أو السجاد اليابان. كان مستهدف لنا إن إحنا نعلم 100 طفل. الحمد لله جالنا أكثر من 150 طفل من أكثر من 10 مدارس من ملو. من أهم المدارس اللي شاركت معانا مع الازرق. ايوه.